السلام عليكم. لماذا لا يحدثوننا عن نعيم القبر؟ لماذا لا يقولون لنا أن أجمل أيامنا هو يوم لقائنا بربنا؟ لماذا لا يقولون لنا أننا حين نموت سنبقى بين يدي أرحم الراحمين، بين يدي من هو أرحم بالمرء من أمه؟ لماذا يكون الحديث دائماً عن عذاب القبر؟ لماذا يكرهوننا بالموت ويخوفوننا منه؟ حتى صرنا نحس بأن ربنا يعذبنا عذاباً لا يخطر على عقل بشر. لماذا نفكر أن الله تعالى سيعذب فقط؟ لماذا لا نفكر بأن الله سيرحم؟ لماذا لا يحدثوننا عن أحوال الصالحين في قبورهم حتى نسعى لنكون مثلهم؟ إن الإنسان المؤمن الحسن الخلق عندما يجيب على سؤال منكر ونكير في القبر سيقول: ربنا صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وأطعموه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها وينظر إلى مقعده من الجنة، فيبدأ يلح على الإله: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. حين يتوفى أحد الصالحين تتقابل روحه مع من مات من أهله وأصحابه، حتى أن الصالحين منهم يهرولون إليه ليسمعوا عليه ويسألوه عن أحوال الأحياء، ويأتي واحد منهم يقول: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. الموت راحة من غم وتعب الدنيا، فالموت للصالحين إنما هو راحة، لهذا نحن مطالبون بالدعاء: اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. هناك مسلم عاصي ولكنه ليس كافرا بالله ولا مطرودا من رحمة الله، إن ربنا سيغفر مغفرة كبيرة لدرجة أن إبليس يطمع أن يغفر له. ربنا ما خلقنا لأجل أن يعذبنا، ورغم تقصيرنا الله بنا رحيم.